السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا بكم مشاهدين الكرام لاستعراض أبرز ما جاء في طيات الصحافة المحلية لمملكة البحرين لهذا اليوم الاثنين الموافق 8 من شهر نوفمبر لعام 2021. على الله توكلنا مشاهدين، ونبدأ مع صحيفة الوطن والتي عنونت: الملك وولي العهد رئيس الوزراء يهنئان خادم الحرمين بالذكرى السابعة لتوليه مقاليد الحكم. وإلى صحيفة الأيام والتي كتبت على صدر صفحاتها: وزير المالية يترأس اجتماع لجنة التعاون المالي والاقتصادي بدول التعاون تشين نافذة تكامل للسوق الخليجية المشتركة. ومع صحيفة أخبار الخليج والتي طالعتنا بما يلي: تدشين مشروع تطوير ساحل خليج البحرين. أما صحيفة البلاد فقد استهلت: توظيف 555 باحثا عن عمل خلال أسبوع. نقرأ من صحيفة الوطن أن سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للنفط والغاز أصدر قرارا بتعيين الدكتور رينيل سيلي عضوا في مجلس إدارة شركة تطوير للبترول مشيدا سموه بخبراته العلمية الواسعة. نقل صحيفة الوطن أن الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية نايف الحجرف أكد ريادة مملكة البحرين في مختلف المجالات نظرا لتمسكها بموقعها القيادي في مجال الإنتاج المعرفي والفكري في المنطقة العربية تجاه تعزيز الاستقرار والسلام في العالم. وفي خبر علمي لصحيفة الوطن نقرأ أن المختصة في مجال التغذية ناتاليا قالت إنه يمكن دعم ومساعدة جهاز المناعة بشكل إضافي في موسم نزالات البرد وانتشار وباء كوفيد من خلال تناول الطماطم. نشر صحيفة الأيام أن وزير المالية والاقتصاد الوطني الشيخ سلمان بن خليفة الخليفة أكد أن اجتماعات لجنة التعاون المالي والاقتصادي بدول مجلس التعاون الخليجي التي انعقدت برئاسته ركزت على تسريع التجارة البينية بين دول المجلس والسير بخطى ثابتة لتحقيق التعافي الاقتصادي المنشود. نشر صحيفة الأيام أن وزير الصناعة والتجارة والسياحة زايد الزياني كشف عن وجود مفاوضات متقدمة يقوم بها فريق التفاوض الخليجي لتوقيع اتفاقية تجارة حرة مع تكتلات ودول عالمية. صحيفة الأيام نقرأ أن مجلس الشورى رفض يوم أمس قانونا نيابيا يقضي بحصر بعض الوظائف في القطاع الخاص على البحرينيين، واعتبر الشوريين في مداخلاتهم أن القانون يتعارض مع رؤية مملكة البحرين لعام 2030. وأفاد مقرر لجنة المشروع بقانون بلجنة الخدمات الشورية عبد الوهاب المنصور أن المشروع يفتقر إلى الاستناد إلى دراسات اقتصادية ومالية للآثار المترتبة على الاقتصاد الوطني والاستثمار وسوق العمل. ننتقل مشاهدينا إلى صحيفة أخبار الخليج والتي بيّنت أن وزير الصناعة والتجارة والسياحة زايد الزياني أكد خلال تدشين مشروع تطوير ساحل خليج البحرين أن المشروع يعد أحدث المشاريع السياحية الكبرى ويمثل إضافة نوعية لمنطقة خليج البحرين. بقلم الكاتبة طفل الخليفة نشر صحيفة أخبار الخليج مقالا لها حمل عنوان سياحة، فإلى سطور هذا المقال. كشفت وزارة الصناعة والتجارة والسياحة عن تفاصيل الاستراتيجية السياحية للأعوام 2022-2026 التي تم إعلانها مؤخرا، متوقعين أن يستقطبوا أكثر من 14 مليون زائر إلى المملكة لغرض السياحة.
لفت وزير الصناعة والتجارة والسياحة إلى أن هناك 9 مشاريع سياحية تم الانتهاء من مشروعين منها، وهما المدينة السياحية ببلاج الجزائر ومسرح الدانة، ويتم العمل على 7 منها: مركز المعارض الجديد، وواجهة الغوص البحرية، وشاطئ خليج البحرين، والواجهة البحرية لساحل قلالي، وفندق ومنتجع مانس في جزر حوار، والمرحلة الثانية من مشروع سعادة ومنتجع جميرة خليج البحرين. إن هذه المشاريع والأفكار المتميزة والإبداعات المتواصلة لا شك أنها ستحرك السياحة وتحرك أيضا الاقتصاد الوطني وتنوع مصادر الدخل. بين الصحيفة أخبار الخليج أن معهد البحرين للتنمية السياسية أعلن عن فتح باب التسجيل للمرحلة الثانية الشاملة من البرنامج الوطني للانتخابات النيابية والبلدية درب 2 والموجهة للراغبين في الترشح للانتخابات النيابية والبلدية المقبلة ومدراء الحملات الانتخابية وأعضاء الفرق العاملة، والتي ستنطلق في 24 وحتى 12 من شهر ديسمبر المقبل. نشر صحيفة البلاد أن رئيس لجنة الخدمات والمرافق العامة بمجلس أمانة العاصمة عبد الواحد النكال أكد أن اللجنة تدارست مع المختصين في شؤون الأشغال مشروع الشارع الرابط بشرق سترة، مشيرا إلى أن الطريق سيمتد لحوالي 13 كيلومتر من شمال سترة إلى طريق الملك حمد السريع بالقرب من مصفاة بابكو. أكد رئيس وفد مجموعة أصدقاء البحرين في البرلمان الأوروبي في تصريحات لصحيفة البلاد، أكد أنه سيتم العمل مع مملكة البحرين وبشكل وثيق على تصحيح الأخبار الزائفة التي تستهدف المملكة. وإلى فن الكاريكاتير. إلى هنا مشاهدينا نكون قد وصلنا إلى ختام برنامج صحافتكم لهذا اليوم، ولمزيد من الأخبار والمستجدات بالإمكان متابعة القنوات التفاعلية لمركز الأخبار على مواقع التواصل الاجتماعي الظاهرة على الشاشة، كما بالإمكان متابعة باقي برامج إذاعة وتلفزيون البحرين والبث المباشر عبر تطبيق بحرين لايف وموقع بحرين دوت بي اتش. شكرا لكم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.